جمعية التعليم لأجل لبنان. بنشتغل بمجال الإدوكيشن والتعليم بالمدارس الرسمية والشبه مجانية على كل الأراضي اللبنانية. بنوظف شباب وصبايا متخرجين جديد من الجامعات، بكتير أوقات ما بيكون عندهم أي نوع من الخبرة بمجال التعليم. بتبلش الجيرني اللي لهم بتدريب خلال السمر انستيتيوت اللي هو المخيم الصيفي. المخيم الصيفي بنعطيهم تدريب متنوع، بنكون عم نرجع نبني القدرة التعليمية عند المعلمين، وبنفس الوقت نكون عم نرجع نرمم الليرنينج لوس اللي صار عند التلاميذ خلال السنتين أو ثلاثة من بعد كورونا. بعد خبرة 6 سنين بالتعليم، أول ما بلشت كنت عم فكر أنه شو ممكن هيدا السامر انستيتيوت يزيد على الكارير تعودي. بس بلشت شوي شوي كتير اكتشفت أشياء، استراتيجيز، معلومات، فعلاً قلبتني 360 درجة كمعلمة. تعلمت كيف حب حالي، أوثق بحالي قبل ما حتى أتعامل مع الآخرين، لأنه بس تعلمت كيف أنا أوثق بالقدرات اللي أنا عندي إياها لحتى أقدر أشوف القدرات اللي عند التيم ميتس اللي عندي. تعلمت أني حب الفريق اللي أنا بشتغل فيه وأني أشتغل للفريق لحتى نكون كلياتنا إيد وحدة. أنه teachers عن جد لازم نكون عم نعطي support to each other لحتى كمان نكون عم نعطي support to our students. Teach for Lebanon. أول شيء بتعمله هي إنه بتنشر الوعي للأساتذة بإنه في زخم من المعلومات وزخم من التكنيكس اللي نحنا ما كنا حتى نفكر فيها. أول انطباع بيعطوك هو انطباع الفاميلي، سو حسيت دغري بالبيلونجينج هون. بالإضافة لهيدا كله نحن كثير بنركز على السايكوسوشيال سبورت، سوشيال ايموشنال ليرنينج، وكثير من الامور اللي هي مهمه للويل بينج تبع الاساتذه والويل بينج تبع التلاميذ. من بعد هيدي الجيرني بيصيروا موجودين بمدارسهم، ببلشوا يعلموا، وبنرجع بنشوفهم مره كل شهر لما نكون عم نعطيهم تدريب مكثف بس ليوم واحد كل شهر. كل شيء بدك فيه مساعده بتلاقيه جاهز، اكسبيرينس كثير كثير حلوه. كلهم عندهم روح كثير حلوه، بوزيتيفيتي، تشجيع كثير معنوي، نفسي، وكمان من ناحيه الاكاديمي كمان، فكثير كان في سبورت مش شوي.